في أجواء حافلة بروح الإبداع والابتكار، أشرفت مديرة جامعة محمد الشريف مساعدية بولاية سقهراس البروفيسور نورة موسى على انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية، وكان ذلك بحضور والي الولاية السيد عبد الكريم زناي ونخبة من الأكاديميين والخبراء والمهتمين بمجال ريادة الأعمال. تستمر هذه الفعاليات على مدار أسبوع كامل التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة وتوفير فضاء ملهم لتطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. كانت اليوم جامعة محمد الشريف مساعدية الأسبوع العالمي للمقاولاتية، هذا الحدث الذي تولي له الدولة الجزائرية أهمية كبيرة نظرا لكونه حدث يعمل على نشر الفكر المقاولاتي لدى الطلبة الجامعيين ولدى الشباب، حيث أن هذه المشاريع ستكون داعمة للاقتصاد الوطني، ونحن من خلال مركز دعم المقاولاتية من خلال حاضنة الأعمال نعمل على مرافقة الطلبة إلى غاية نضوج مشاريعهم وتمويلهم من قبل الهيئات المختصة، وهذا الأسبوع سيكون فرصة إن شاء الله تعالى للطلبة حتى يعبروا ويتكونوا فيما يخص المقاولاتية، فنحن نتكلم عن الآن الطالب المقاول. اليوم نحن بصدد الحضور في فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية والذي جاء تحت إشراف وتحت الرعاية السامية من السيد رئيس الجمهورية وبإشراف السيد الوالي بتنسيق وتحت عناية سيدة مديرة الجامعة البروفيسورة نورة موسى. هذا الأسبوع العالمي يأتي كما هو معروف كل سنة تنظمه الجزائر على غرار باقي دول العالم في إطار تنمية روح المقاولة على المستوى العالمي. دونك فيه مجموعة من الورشات، فيه مجموعة من الندوات، فيه مجموعة من الموائد المستديرة اللي تدخل في صلب موضوع إنشاء مؤسسة مصغرة وإنشاء مؤسسة ناشئة وتحفيز وتمويل مشروع مبتكر. دونك بمشاركة مع مجموعة من الفعاليات على أساسها وفي رأسها تأتي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية النزدة، أيضا الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لونجان، مجموعة من مركز دعم الاستشارة على مستوى سقهراس، الوكالة الجزائرية لدعم الاستثمار. إن شاء الله ينطلق اليوم هذا الأسبوع على مدى 7 أيام إلى غاية يوم 24. دونك الحضور كان في المستوى، أيضا بالنسبة للمتدخلين حاولنا أن تكون نقطة لقاء بينهم وبين الطلبة، قصد طرح أفكارهم، مناقشة كيفية التجسيد، كيفية الحصول على التمويل. نتمنى لهم في هذا من هذا المنبر التوفيق والنجاحات ومزيد من التألق والنجاح مستقبلا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية والذي كان تحت شعار المقاولاتين للجميع، تشارك الوكالة الولائية سقهراس قرض المصغر في هذه الفعالية التي تم الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الجامعات وكذا وزارة الاقتصاد والمعرفة والمؤسسات الناشئة من أجل المساهمة في العديد من النشاطات التي تمس بجميع الجوانب الخاصة بالمقاولاتية من أجل إدماج الشباب البطال وكذا أصحاب الحرف والصناعات